اللي فيه يا جماعه عايز يتخصص جديه يحضر المره الجايه اللي بعديها. كل يوم تعب. لا لا اصل المره الجايه اللي بعديها هنشوف فيديوهات لاشهر 6 امراض جديه تعمل عفن في الناس ونعرف ازاي نعالجهم. فعينك هتتعود على المنظر. يعني لو حضرت المرتين جايين فيهم مرات ومرتين جايين كده 99% منها جديه. دلوقتي لما اي علاج في الدنيا في عنده حاضر اساسي فيه. والألف صحة باي كلمة على 1% مرض رير. طب انتوا قاعدين كده في عينك. نرجع للموضوع. نرجع لموضوعنا كتير بس الموضوع بتاعنا مش احنا بنبعد امتى ونرجع ايه الباب بس 10 ايه الجلديه فين فيها يا جماعه ده يا مساء عندنا أربعة سؤال في شبه في الأول. سؤال شبه أول حاجة هي كلمة مايكولوجي جت من فين؟ يقول لك كلمة مايكس معناها مشروب. مايكس دي كلمة يوناني معناها مشروب. مايكس مشروب. طبعا المشروب ده أشهر فطر. طبعا المشروب ده عامل كده. إيه ده عامل كده؟ اللي جت أطفال سنافر سنفور مفكر كبير وعشر قطه يفهم بنتكلم على ايه؟ لان ده اشهر شكل اشكال القطه. شكل اشكال القطه اللي تعمل خدت بالك عباره عن ايه؟ عباره عن عصايه اخر محافظه كرسوميه. نتكلم مع بعض يلا يا جماعه نتكلم مع بعض. يبقى كلمه مايكس جايه من كلمه مشروم. مايكس جايه من كلمه مشروم. عندنا 25,000 قطر 200 واحد بس بقى المرض. كلمه مايكس جايه من كلمه ايه؟ مشروم مشروم. نبدا مع بعض نتكلم. الاستراكشر بتاع الفانجس عايزك تركز معايا في الرسمه دي، الاستراكشر سهل قوي. الفانجس ده عباره عن جايب جوه بكتيريا واحده. في عنده 2 نيوكليوس. الفانجس عنده 2 نواه. مش واحده زي 2. الفانجس عنده 2 نيوكليوس. عندنا مع بعض السيل ميمبرين بتاع الفانجس فيه اورجستيرول. الاورجستيرول اللي خدتوها في الفورمولا في المايكرو. في دواء معين اشعه الحرفه دي. فيها سيل ميمبرين في الاورجستيرول بيدوى نفسه بيضرب الاورجستيرول ده. والسيل قول بتاع الفانجس فيه جلايكان ومنان وبوليسكرايد. فيه جلايكان ومنان وبوليسكرايد. سؤال سهل هو الفانجس ده بروكاريوتيك ولا ايوكاريوتيك؟ هو يا جماعه شكلكم من فين؟ في مجموعه جت وراها مجموعه جايه من فين؟ ومين اللي جوه من فين؟ الحصه دي تلت ساعه النهارده والمره الجايه تلت ساعه وراها تلت ساعه كل مره اخد اصحاب بس كده انا ما عنديش مسؤولين في المايك وخلاص بس المهم الناس تيجي بس عشان بس يا جماعه وقفوا الكلام بقى في باب يبقى نقول مع بعض كلمه مايكولوجي جايه من كلمه مايكس، مايكس يعني مشروب. والفنجس عباره عن خليه فيها اثنين نواه. اثنين نواه وسيل ميمبرين وجسير وسيل مول عباره عن شيطن جلايكان منان بوليسكرايد. نبص مع بعض ايه الريكوايرمنت بتاع الفنجس، الفنجس عشان يعيش محتاج ايه؟
اول حاجه الفنجس كائن انديروتروف. انديروتروف اللي هي الطمب. تروف دي يعني ايه؟ زمان في البكتيريا قلنا ان كلمه تروف معناها مجموعه. البكتيريا نوعين. في بكتيريا عايشه على الحيطان عندها قدره تاخد الكربون اللي محتاجاه من السو 2 ودي يسموها بكتيريا اوتو ذاتيه. يجيب الكربون 3 من السو 2. وفي بكتيريا هيتيرو مختلفه. عايزه كربون كتير مشجوعة يعني بقوة جسمك انت بالنسبه لها ما شاء الله هوبر مواد اورجانيك مليانه كربون. الفنجس هيتيروتروف بيحب قوي يدخل الانسان انت بالنسبه له صفحه كبيره كلك كربون. الفنجس ما عندوش القدره ان يطلع اي انزيم ويحصل على اللي هو عايزه بياخد اللي هو عايزه منك انت ده معنى هيتيروتروف. يا ترى الفنجس بيستحمل بي اتش وايد رينج اوف بي اتش بس اللي احنا هناخده ان شاء الله مع بعض الفنجس هناخدها كلها بي اتش اسيدك. كل الفنجس هناخدها ان شاء الله المره الجايه بعديها البي اتش بتاعها ايه؟ اسيدك. وهناخد مع بعض ان الفنجس ايروبيك مكتوب عندك ممكن يبقى بكتيريا بس اللي هيعدوا علينا هيبقوا ايه يا جماعه؟ ايروبيك. يبقى الفنجس يا جماعه اللي هيعدوا علينا البي اتش بتاعهم ايه؟ اسيدك واللي هيعدوا علينا البي اتش بتاعهم اسيدك والاوكسجين ايه؟ ايروبيك. الفنجس كان انتيروتروف يعني انتيروتروف ينفع ينمو على الحيطه ياخد كربون السو 2؟ لا. النقطة اللي وراها يا جماعة الفنجس ينكسر عن طريق سبورز، يعني سبورز لسه هنعرف دلوقتي. نطلع مع بعض نرسم أول رسمة، معانا مع بعض 12 رسمة النهاردة. هي الحصة عبارة عن 12 رسمة بس. لو بنرسم يا جماعة رسمات أهل في الحياة. عشان الناس قاعدة مخضوضة تقول لك 12 رسمة. أنا مش هرسم جبال والله. أيوة. يعني لا الجو برد يعني درجة الحرارة تعرف الجو برد كتير شايف شايف الدنيا حر والله الدنيا حر يا جدعان وانت كم تعرف متوسطة ماشي الجو برد قول له انا عارف ان احنا حد برد الدنيا حر الدنيا حر يا دكتور نرجع لموضوعنا يا جماعه عندنا مع بعض الفنجس ليه ثلاث اشكال. كفايه بقى نتكلم. الفنجس يا بيه ليه ثلاث اشكال. اول اشكال الفنجس فنجس مدور او اوفن، ده اول شكل. فنجس مدور او اوفن. وده عباره عن خليه واحده يوني سيلولار. فنجس مدور او اوفن. لو لقيت قدامك تحت الميكروسكوب فنجس مدور او اوفن زي الكلام ده بالجرامستين فاكرينه؟ الشكل ده اسمه ايه؟ الكوكاي. فانسى اللي هو كيلو الكوكاي. الشكل ده يا بيه اسمه ييست. لا غلط ييست يعني فطر الخمير. لا يا بيه ييست يعني كوكاي. انا كنت بشتغلكم. ييست يعني فنجس مدور. تمام يعني ييست يعني ايه؟ فنجس مدور. هو كوكاي. بكتيريا مدوره. يبقى عندنا مع بعض اول اشكال الفنجس شكل اسمه ييست. طب وده بيخلف ازاي؟ بتلاقي كده في عيل طالع ببادنج عندك الصوره. شايف الجاموسه اللي قدامك بتجيب عيل ببادنج. وبعد الفضل تلاقي الواد حصل له سيبريشن ماما انا ماشي يا ماما طب روح يبقى ده العيل بيطلع عن طريق بادنج وبعد البادنج سيبريشن احسن حراره ليست كام؟ 37 احسن حراره يعيش فيها الفنجس شكله مدور 37 تاني معنى الفنجس المدور او اوفر اسمه ييست خليه واحده يتكاثر عن طريق بادنج او فيجن وبعد البادنج يحصل ايه؟ سيبريشن المثال عندك ما تحفظش اي مثال هنجمعهم اي فيما تخيل ولا فصل عدد الفنجس على كل شكل. ثاني حاجة بنلاقي فنجس عبارة عن كذا خلية. كذا خلية. بس الفنجس شكله إيه؟ فيلامنت. ده مش يوني سيلر، ده كذا خلية. الفنجس هنا شكله فيلامنت، بس كلمة فيلامنت دي بتوع علوم فهمها. الفنجس ده شكله هايفي. إيه فيلامنت دي؟ هايفي. نسبة لهيفاء واحد. وعندنا بالمناسبة نوعين من الهايفي، في هايفي سبتيتد متقسمة. في هايفي سبتيتد دي يا جماعه سبتيتد يعني ايه؟ متقسمه زي عمود القصب وفي هايفي نون سبتيتد ده عباره كده مش اي هايفي تبقى هايفي في هايفي سبتيتد وهايفي نون سبتيتد اللي بعدين ولو عندك كذا هايفي جنب بعض اسمها هايسيتيا تمام الهايفي اما سبتيتد اما نون سبتيتد احسن حراره الهايفي روم تمبريتشر اللي انا عارفها 40 درجه لا 25 من بره الروم تمبريتشر 25 هو بيتكلموا على اساس الناس نورمال. احسن حراره الهاي في الروم تمبرشر 25. امال ليه سيبها احسن حراره كام؟
الجزء من الهايفي اللي موجود في قلب الطبق اسمه فيجيتيتور. الجزء من الهايفي الموجود في قلب الطبق بيبص الاكل اسمه فيجيتيتور. طب الجزء اللي فيها ده اسمه ايه؟ اللي فيها عامل زي الاريال ده. اريال هايفي. يعني الهايفي حته فين يا ابني؟ حته في قلب الميديا بتمص الاكل. فاكر انت اقفاص يا راجل؟ في حته من الهايفي في قلب التراب بتمص الاكل اسمها فيجيتيتور. وحته فوق بنشوفها كلها في الاطفال دي اريال. ودي اللي شايل الحافظه الجرثوميه. يبقى الهايفي جزئين فيجيتيف واريال. فيجيتيف دي الحته اللي تحت واريال دي الحته اللي فوق اللي شايل الحافظه الجرثوميه. تاني معاه احنا خدنا اول رسمتين من 12 عشان هشي بقى وكلهم 12 رسمه وامشي. الهيس ده عباره عن فنجس ايه؟ مدور. النهارده هنرسم 12 رسمه. المره الجايه ناخد الامراض اللي معفنه كلها فيديو وهتحفظوها وهتعالجوا اي بني ادم معفن بسهوله. ولو انت عفنت في ثالثه امتحانات هتعالج نفسك بسهوله. احسن حاجه ليست كام؟ 37. ليست مقسم عن طريق بابي. امال الهايفي يا اما ستيتي يا اما نان ستيتي. الجزء الهايفي في قلب ميديا اسمه واللي في الهواء اريا. طب بص كده قول لي ايه؟ دي ديت والله العظيم بذمتك ايه؟ دي ترابي دي هايفي سنتيتر. لا دي مش هايفي سنتيتر. امال دي ايه؟ دي سودو هايفي. دي هايفي كبدان سودو هايفي. طبعا مش فاهم ليه بتحصل ليه يعني. ده عباره عن يست يا بيه. ده عباره عن يست. الفنجس اللي يست يا جماعه موجود في ميديا ما فيهاش اكل. شوف معايا الفنجس اللي هو اليست موجود في حته ما فيهاش ايه؟ اكل. جه معايا عن طريق ايه؟ بابل. المفروض بعد البابل يحصل سيبريشن. الولد يكلم مامته، ماما مفيش اكل بره. ماما مسكيني كويسه يا ماما. ماما هموت كمان انا مسكتيني. وبعدين والعيل يجيب عيل عن طريق بادنج وفي فيلر اكسبريشن ولا امسك جمعه حلوه هنا قلبهم كلنا وتستمر القصه. يعني ده عباره عن ايست بس حصل فيلر اوف سيبريشن. تمام يعني يسودو هاي كده ايست بس حصل فيلر اوف سيبريشن. يبقى صح لي كام؟ 37. اخر حاجه ثوره في العلم. ثوره في العلم اكتشفناها من كام سنه. لقينا فنجس دايمورفيك. دايمورفيك يا نهار اسود يعني بقى ده مدور في حراره 37. مدور يست في حراره 37. انزل الحراره روم تمبرتشر الاقيه اتفرد. اتفرد ازاي؟ الاقيه قلب هايفي. اه والله عنده جينات اتحول من واحد مدور ومتلبس لواحد هايفي. دلوقتي ده فيه يعني ايه؟ الجينات دي لو خدناها وحطيناها جواك في ايدك انا اصلا ما يعرف الانسان مطاطي. مطاط يعني هيوصل ايدك رقم في ايدك. وان شاء الله قريب الكلام ده. والله بقى بلاش الاستغراب ده. يعني لو حد من 10 سنين قلت له في حاجه اسمها موبايل هيستغربك. يعني قلت له في موبايل هيستغربك. واحد من 50 سنه قلت له في تلفزيون هيستغربك. فبلاش الناس اللي قاعده تبص على الحاجات ديت باستغراب. مركز مع بعض. الحاجات دي شويه شويه حبه بس حبه ان شاء الله كله هيجي. نرجع لموضوعنا. ده اول اربع رسومات من 12 رسمه. نقولهم تاني. قلنا مع بعض اول اشكال الفنجر شكله اسمه ييست. ده مدور منقسم عن طريق بادنج. بعد البادنج سيبريشن احسن حاجه ليست كام؟ امال الهايفي ديت الجزء اللي في قلب ميديا اسمه ايه؟ والجزء اللي فيها اسمه اريا. ولو عندنا حبة هايفي جنب بعض اسمهم هيسيتا. أحسن حالة الهايفي كام؟ حد يعرف؟ هي روت تمبرتشر 25 22 ماشي. أنا روت تمبرتشر. السودو هايفي اللي هيفتحها إيه؟ لا يا بيه ده كبتات. ده يست أساسا. مش كمان بيعمل بادنج. حصل فيلر أوف سيبريشن. الدايمورف كلها. طب خلصنا مع بعض أول صح. هنجيب مع بعض يا جماعة صفحة ثلاثة. وطبعا صفحة اثنين سايب جزء. أقول بعدين. قولوا بعدين يا جماعه صفحه ثلاثه يا جماعه. يا ترى الفنجس ينقسم ازاي؟ ازاي الفنجس يتكاثر؟ نرسم مع بعض بقى كاننا كمان 8 نرسم معايا ربنا يديك الصحه. ازاي الفنجس ينقسم؟ ادي فنجس اهو. الفنجس عنده كام نوايا؟ اثنين. اول حاجه الفنجس ممكن يحصل له ميوسيس او الفنجس يحصل له ايه؟ ميتوسيس. سؤال سهل يا جماعه. هو لو الخلية حصل لها ميوسيس ايه اللي هيحصل؟ هتبقى بكام نواه؟ نواه واحده. ولو
حصل لها ميتوسس انا احتفظ بنفس عدد الكروموسومات كامل اللي هو الخصائص البسيطه يا جماعه ميتوسس الخصائص البسيطه ميتوسس اللي هو ان احنا ناخد نص عدد الكروموسومات بس يا الفنجس يا جماعه ممكن يعمل ميتوسس او ايه ميتوسس طب سؤالي معنا الفنجس ده عمل ميتوسس بقى عندنا لو واحده يعني نص عدد الكروموسومات دي ازاي تتكسر سيكشوال برافو كده يتكسر سيكشوال برافو عليك يتكسر سيكشوال يعني ايه سيكشوال يعني لازم ابو نواحده ده يقابل خليه ثانيه فيها لوحده عشان يكمل التو نواه العدد الكامل من الكروموسومات الكلام ده بيحصل ازاي الكلام ده بيحصل باربع طرق اربع طرق عندنا بعض هنا اربع طرق ايه اربع طرق اول طريقه اسمها زيجوسبور زيجوسبور اول طريقه عندنا اسمها زيجوسبور يعني ايه زيجوسبور دي عباره عن هيفا اهي وهيفا ثانيه اهي دي عباره عن هايف ودي عباره عن هايف ثانيه. لو افترضنا يا جماعه ان السيجمنت ديت حصل لها ميوسس، حاجه فيها ايه ميوسس؟ يعني طلعت خليه فيها نص عدد ايه؟ كروموسوم. الحته ديت طلعت لي خليه فيها نص عدد كروموسوم، ولو خليه طلعت ضد خليه ثانيه فيها نص عدد ايه؟ الكروموسوم. ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ دي فيها النص ودي فيها النص يتقابلوا مع بعض ويعملوا زيجوت. يتقابلوا مع بعض ازاي؟ يقول لك الاول الخلايتين يتقابلوا مع بعض ويحصل لهم فيوجن ده اسمه بلازمو جيمي حتى الكلام ده بلازمو جيمي خلايا تتقابل مع بعض كاريو جيمي النواه تتحد مع بعض مش مشكله بلازمو جيمي بلازمو جيمي خلايا كاريو جيمي نواه مش هو الكلام ده المهم يا جماعه دلوقتي هنا نص الكروموسوم ونص الكروموسوم الله اكبر يعملوا خليه فيها ده تقول له عندنا تو هايفي تو هايفي تو فيلمنت للفلاحين مش هتقول له فيلمنت هايفي تو فيلمنت واحد طلعت من سبور والثاني طلعت من سبور وربنا بيقول لازم يتجوزوا بعض يعملوا يعني زيه ده شرع ربنا دي نيجي للنقطة اللي وراها اسمها او سبور او سبور ايه الكلمة البشرية خلينا نقول او سبور ده عبارة عن هايفي هايفي حتة منها طلعت من سبور وحتة منها طلعت في من سبور اللي يجوز هيجوز يجوز ان هاي في واحده تطلع ميل وفي ميل سبور طبعا مش السبور ده بتاع الحمايه بتاع مدينه هنا السبور في الفطريات وظيفه للتكاثر مش حمايه يبقى هنا او سبور يعني ايه ميل وفي ميل بس يكون من نفس ايه الهايف من هنا ميل وفي ميل يكون من تو ديفرنت هايف عارف اللي هيحصل؟ هيتاخدوا مع بعض ويعملوا عيل والعيل هو فنجر جديد عندنا بقى كده يا جماعه ساعات نلاقي الهايفي الهايفا هي في اخر كده كيس كيس منتفخ كيس منتفخ يعني اخر حته في الهايفي انتفخت وعملت كيس الكيس ده اسمه اسكس اسكس هايفي في اخرها كيس منتفخ اسمه اسكس اسكس انا معايا كلها تبقى خمس استنى اقول خمس ده عباره عن هايفي في اخر كيس اسمه اسكس شايفين حته الهايفي يبدا يحصل لها ايه؟ ميوسس وطلع لي 8 سبور 8 الحته ديت اه والله الحته ديت طلعت عيال صغيره 8 سبور فيهم نص عدد كروموسوم طبعا رجاله ستات ممكن يبقوا رجاله ممكن يبقوا ستات بعدين العيال دول عباره عن سبور جوه كيس اسمه ايه؟ يا عيال دي سميها اسكو سبور اسكو سبور سبور جوه كيس اسمه اسكس اسكو سبور اسكو المينرال يبقى عندنا مع بعض الاسكو سبور طبعا وبعدين زي الكسر يعني زي كده فرقه والراجل الثمانيه المحبوسين يقابلوا ثمانيه عقبال ما يتقابلوا بعض والثمانيه الراجل يقابلوا في بين ويجيبوا عيال جديده ساعات نلاقي هايفي اتجننت يبقى ازاي؟ الهايفي دي اتجننت بدل ما تعملي كيس عملت حته كده بلجنج في الاخر اخر حته الهايفي بقى البلجنج وطلعت كام سبور؟ أربعة اتنين ميل واتنين إيه؟ في ميل لك أهو اتجوزوا مع بعض يعني نعمل أكتر من كده إيه؟ هايفي في آخرها بلجنج عليه كام سبور أربعة اتنين ميل واتنين في ميل فمثلا مع البلجنج ده اسمه بازيليوم البلجنج ده اسمه بازيليوم والسبور اللي عليه اسمها إيه؟ بازيليو سبور
يبقى في عندنا بيزل بروجكشن. عارفين كلمه بيزل يعني ايه؟ بيزل بروجكشن اسمه بازيديم. كان هي كلمه بازيديم على سبور كام؟ 4 2 راجل 2 6 4 اسمها بديل سبور. طعم كده بنقول يا جماعه زي فانجس هكذا سيكشوال. ده السيكشوال. الفانجس حصل له ايه الاول؟ ميوسيس. لازم ميل وفيميل يقابلوا بعض. لو تو ديفرنت فيلمنت اسمها ايه؟ زي سبور على نفس الفيلمنت. اوهو سبور 8 جوه كيس اسكس اسكو سبور 4 على برجن اسمه بازيليوم بازيليوم سبور. وانت بالذات هتحط رسمه قدامك. نيجي على النقطه اللي وراها الميتوس بقى. هو لو فانجس عمل ميتوس يعني هيتكسر ازاي؟ التكاثر ده اسمه اسيكشوال. لو فانجس عمل ميتوس ده اسمه اسيكشوال سبور. طب انا فاهمهولك. بصوا معايا كده. اول انواع الاسيكشوال سبور هي ايه؟ عشان تفهم الكلام ده يعني ايه؟ عندنا حاجه اسمها الحافظه الجرثوميه. اللي انا عارفها. ماذا الحافظه الجرثوميه؟ اسمها ايه بالانجليزي؟ الحافظه الجرثوميه اسمها سبورانجيا. حافظه جرثوميه اسمها سبورانجيا. حافظه جرثوميه اسمها سبورانجيا. والفيلمنت اللي شايل الحافظه الجرثوميه اسمه سبورانجيو فور. عندنا مع بعض الحافظه الجرثوميه اسمها سبورانجيا والعصايه شايلها اسمها سبورانجيو ايه؟ سبورانجيو فور. شايفين بقى الجزء ده من الهيكل؟ اللي اسمه سبورانجيو فور الجزء ده؟ ماله؟ ده بيعمل ميتوس. بص انا بيعمل ميتوس يطلع لي خلايا فيها عدد كروموزوم كامل ولا مش كامل؟ لان الجزء ده من هايفي يعمل ميتوس يطلع لي فانجس خلايا فيها عدد كامل من الكروموزوم. طبعا دي اسمها ايه؟ مش هقولها بس سهله صراحه. دي اسمها سبورانجيو سبور. سبورانجيو سبور هو هو كيس اسمه سبورانجيا. سبورانجيو سبور زي الاسكس اسكو سبور. طبعا ده ليه العربي؟ الجراثيم. الجراثيم كده بيقول لك الحافظه الجرثوميه لما تفرقع يطلع منها جراثيم. كل واحد يقدر طبعا عايز فنجس لوحده او زي طلع لوحده مش لازم يقابل واحده مين وفي مين. مين وفي مين ايه؟ اذا كان هو في عدد كبير من الكروموسومات ده مين؟ طب ازاي؟ الحته اللي اخدها حصلها ايه؟ ميتوسس مش ميوسس. ده اسمه سبرانج سبور حافظه جرثوميه. ده الحافظه الجرثوميه سهله. حافظه جرثوميه اسمها سبرانجيا سبور. سبرانج سبور عصايه اسمها سبرانج فور. تاني نوع من الاسكشوال سبور اسمه كونيديا. يعني ايه كلمة كونيديا؟ كونيديا كونيديا او كونيديا سبور. كونيديا سبور يعني هنا السبور طالع من قلب الفنجس. كلمة كونيديا يعني قلب الفنجس. السبور هيطلع من قلب الفنجس نفسه. ازاي يعني يطلع من قلبه؟ بص معايا. ده عبارة عن فنجس مدور. بينقسم ازاي؟ باطن. باطن يعني العيب يطلع من قلب ابوه نفسه. بيطلع من جواه. العيب بيطلع من البطن ده اسمه بلاستوسبور. بلاستوسبور. طبعا فين يعني ايه؟ العيل اللي انفصل عن طريق بادنج اسمه بلاستوسبور. حد فكر بيه مع البي. العيل طلع من قلب امه ده اسمه بلاستوسبور. طلع عن طريق بادنج. طلع عن طريق بادنج. اسمعوا يا جماعه قشره الشعر. ايوه. ايش الشعر ده عباره عن فنجس. لا الشعر ده يتحكي زياده في الراس. لا ده فنجس. هنحكي مع بعض المره الجايه وهنشوف ناس معفنه شعرها كله وقع بقى جالها قشره. طبعا ده انا حتى لو حط شامبو عليه اسمه هيدن شولدر بيدي نتيجه ممتازه. هيدن شولدر ده انتي فنجر دراج يا بيه. هيدن شولدر ده انتي فنجر دراج. طبعا هيجي لي قشره من فين؟ قشره محترم بقى. هيجي لي قشره من فين؟ اللي حصل يا جماعه ان في واحد كان عنده قشره عنده الفنجس ده. فنجس القشره ده عباره عن فنجس هايبي سيجمنت. بعدين وانت حصل لسيجمنت فراجمنتيشن. في سيجمنت حصلها ايه؟ فراجمنتيشن. قطعت اتفصلت فراجمنتيشن. السيجمنت اللي حصلها فراجمنتيشن دي اتنقلت لك مثلا بالقشره. فالسيجمنت اللي اتنقلت لك ديت عندها قدره تكون فيلمنت كبيره. والسيجمنت دي اسمها ارثروسبور. ارثروسبور يبقى الارثروسبور ديت عباره عن سيجمنت من هايفي انفصلت عن طريق ايه؟ فراجمنتيشن. الحته دي مفصوله من قلب امه من قصاد تاني. كوريديا يعني معناها ايه؟ مش فاهمه؟ يبقى كوريديا. طب هو البلاس سبور والارثر سبور ده انواع من ايه؟ انواع من حاجه اسمها كوريديا سبور. كوريديا سبور يعني هنا العيل طلع من امه نفسه من قلب امه من جذر امه. نيجي رقم ثلاثه. ما
معاش بقى درستين يا معا. رقم ثلاثة، عندنا حاجة اسمها كلاميد سبور. ساعات يا معا الجزء الأخير من الهاي في يحصل له راوندينج وبعد كده انفصل. الجزء الأخير من الهاي في يحصل له راوندينج وبعد كده انفصل. طب دي فرقان اللي فوق انه بس حصل له راوندينج. العيل اللي حصل له راوندينج ده وانفصل بعد كده يسموه كلاميد سبور. اسمه كلاميدو سبور. اخر حاجه اسمها فيالو جوليديا. هو يا جماعه كلمه زبريه يعني ده عباره عن هاي في باخرها حته عامله زي الفاضل. ده عبارة عن هاي في بياخدوا حتة زي البازل. خلي بعدين. والحتة اللي عاملة زي البازل ديت قاعدة تطلع في خلايا عن طريق ميتوزي. بتطلع في خلايا عن طريق ايه؟ ميتوزي. فيها خرم كده يا جماعة بصوا. في خرم كده يا جماعة في الزهرية اللي في الآخر دي. الحتة اللي عاملة زي البازل ديت فيها فتحات قاعدة تطلع خلايا عن طريق ميتوزي. الخلية ديت بيسموها فيالو كوليديا. اه ماشي. جيت يمكن كلمة فيالو ديت. فيالو يعني فيلة. يعني ده طلع ورا بعض فاهمين؟ فهي اوبننج واحد طلعها فمرصوصه ورا بعض بلاستيك كبيره اسمها فيالو كوليديا. كده خلصنا من الشمال ما ينفعش دي احسن. تاني يا جماعه تاني الشمال دي الاول. ده تو هايفي العيال اتحدت مع بعض بس مزيج سبور. العيال على نفس الفيلم ده اوكو سبور جوه كيس ومش عارف مفيش حياتها. ده اشكر مين يا رب؟ اشكر سبور. على بلجيك اسمه بلجيكا دي بلجيكا سبور. ده اللي اسمه بلجيكا. بلجيكا ايه بقى؟ والعصايه اسمها ايه؟ بلجيكا. طب لعينكم بقى انا ممكن انتوا لها انواع كوليديا صح؟ دي انواع من كوليديا. انا ممكن اسمي العصايه دي برضه كوليديا فوق. يعني انا مش اقل من هناك. يعني العصايه ديت اللي شايله الاجزاء المنفصل اسميها كوليديا فوق. شايفينها؟ طيب لو الجزء يا جماعه اللي انفصل ده خليه واحده يسموه مايكرو كوليديا. خليه واحده مايكرو. لكن لو حطيتها على بعض زي ديت حطيتها اهم اسمها ماكرو. طب مش فاهم يعني الجزء اللي انفصل ده لو هو خليه واحده مايكرو كذا خليه مالتي سيلر ماكرو. اللي طلع عن طريق بودي ده اسمه ايه؟ بلاستو سبور. ولو حصل فريجمنتيشن سيجمنت ارشو جراوندنج قبل فريجمنتيشن كلاميدو طلع على طريق شكل فيالق من زهريه فيالو كوليديا. نيجي على اخر دقيقه بقى. ايه؟ الاسبوع حصل راوندنج وبعد كده حصل ايه؟ نيجي اخر دقيقه يا جماعه. جابكم جاب مره سؤال من كام تسع سنين في الاطباء ايه الفرق بين البكتيريا سبور والفنجر سبور؟ كان اول سؤال في الامتحان. كان اول سؤال في الامتحان قارن بين البكتيريا سبور والفنجر سبور. انا سالتك ده حول الفوز بتاع عايز ايه يعني؟ لازم اول كلمه تقولها ولا عليها معظم الدرجه تقول ان البكتيريا سبور ديت ريزيستنس. البكتيريا المتحاصله بتبقى ريزيستنس في الصحراء. اما الفنجس بيعمل سبور كاربولكشن ينتصر مش عشان يعمل ريزيستنس. وبعد ما تقول كام ديت تقول التايبس بتاعت السبور في الفنجس هي فين؟ اهي ده التايبس. ده التايبس تقول الامثله اللي احنا قلناها. طب تمام ماشي. امال فين التايبس بتاعت البكتيريا؟ التايبس بتاعت السبور في البكتيريا حاجه اسمها سايد سايد وشيف وتايبس. ايه سايد ده؟ ترمنال سب ترمنال سنتر. انا كنت كويس. والشيف راوند اوفر. طب ده طيب هو فين الاكزامبل؟ ما تعرفوش اي بكتيريا سبور هم اثنين سيلس و كوليستريجين. ايه اضرار الفنجس بقى؟ كلام بس دقيقه اخيره ونمشي بقى. الحته صغيره قوي صح؟ ايش الحصه دي؟ ومرضين جايين هيبقوا نفس الطريقه برضه. بس المرضين جايين بقى هناخد جمل مش هاخد حاجه؟ ذاكروا يا جماعه اللي قاعدين يا جماعه يقول لك هنذاكر بعدين ذاكروا. الناس اللي بتقول لك نظر عامل لسه هبدا اذاكره قعدت من اول يوم ما اعرفش نظر عامل ذاكروا معايا اول باول. اخر دقيقه يا جماعه ايه اخطار الفنجس؟ اخر دقيقه وطبعا سايب حته في صفحه اثنين ولو مره جايه شويه. ايه اخطار الفنجس؟ اول حاجه في ناس منكم عنده هايبر سنسيتيفيتي. ياما ناس مصريين عندهم حساسيه ومش فاهمين عندهم حساسيه ليه؟ وبيطلع في الاخر عندهم حساسيه للسبور بتاعت الفنجس. الهواء اللي احنا عايشين فيه ده كله مليان حوافظ جرثوميه قاعده تفرقع كل شويه. وفي ناس عندها
حساسيه لسموث على الحفظ الكرسومية. رقم اثنين يا ناس الفانجس عامل انفيدنج للتشو زي يعني زي ما ديورا فوز جار الباثولوجي المرمي عندك ده فانجس فانجس عامل انفيجن جالي ناس في الهند قريه اسمها ديورا كان الناس هناك من كتر ما معاها فلوس كانت بتمشي حفله فالفانجس يدخل في رجليهم ويعمل انفيجن يوصل للبول الواحد يتبرع برجله عندكم. رقم ثلاثة يا جماعة التوكسين بتاع الفانجس مصيبة. التوكسين اللي فيكم بيحب ياكل مشروم زي حالاتي يخلي باله ان يجيب مشروم في مكان واحد بس. ساعات بيبقى فيه مشروم فيه توكسين. لو كانت يجيلك دايريا معاه فود بويزن ده اسمه مايسيتيزم. مايسيتيزم كانت مشروم بالتوكسين بتاعه. لو انت بتعمل على مشروم تجيبه مكان واحد ويبقى نفس المصدر على طول. ما تغيرش. ساعات بيبقى فيه مشروم فيه توكسين. رقم اثنين في امراض الفانجس سببها التوكسين بيسموها مايكرو توكسيكوسيس. حاجة يعني مايكو؟ مايكو يعني ما يكلش. توكسيكوس معروفة سببها التوكسين، كوس يعني ديزيز. زي مخازن الحكومة بتاعة العيش المدعم ومصانع البطاطس بينمو عندهم فطر اسمه أسبرجيلاس فليفيوس. أسبرجيلاس فليفيوس ده فطر بينمو في مخازن الحكومة. بيطلع توكسين اسمه أفلاتوكسين، أفلاتوكسين. يمنع أي بني آدم عنده فيروس سي إنه ياكل عيش مدعم أو كاس شيبسي. ان في وجود الاكتوكسين يحصل ميوتيشن وسرطان في الليفر. ادي عرفته. النقطه اللي وراها الناس اللي ممكن تاكل فطرس وكلاكسبس ده فيه ارجوت. فاكرين الارجوت بيعمل ايه؟ الارجوت حطوه في الفرن بيعمل باوز كونستكشن وغنغرينا. باوز كونستكشن وغنغرينا للتوكسين موجود في احد الفانجس. نقف على كده تقريبا ما كانش حاجه. انت صاحبكم السلام. اتفضل يا باشا. ماشي يا باشا.